السلام عليكم حبايبي طلاب الصف الرابع الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هناخدوا آخر درس معانا في التاريخ، الدرس بعنوان الحياة الاقتصادية. نفتح مع بعض الكتاب يا ولاد صفحة 39. شملت الحياة الاقتصادية في مصر القديمة عدة مجالات تمثلت في الزراعة والصناعة والتجارة. هنتكلم الأول إن شاء الله على الزراعة. هنتكلم عن أهمية نهر النيل ونكتب مع بعض سؤال بما تفسر أهمية نهر النيل للزراعة في مصر القديمة. بيعد نهر النيل العامل الرئيسي لقيام الحضارة المصرية القديمة، حيث ساعد نهر النيل على استقرار الإنسان في المكان، لأنه عمل الإنسان بالزراعة وأقام الإنسان القديم السدود. لو قال لي بما تفسر لحسن استغلال المياه. نبقى تاني مع بعض يا ولاد. يعد نهر النيل هو العامل الرئيسي لقيام الحضارة المصرية القديمة، وساعد نهر النيل على استقرار الإنسان زي ما خدنا، حيث عمل الإنسان بالزراعة وأقام الإنسان القديم السدود. ليه بما تفسر لحسن استغلال المياه. طب إيه أهم المحاصيل الزراعية اللي زرعها المصري القديم؟ زرع القمح والشعير والكتان والفاكهة والخضروات وغيرها من المحاصيل الزراعية. يبقى أهم المحاصيل الزراعية اللي زرعها المصري القديم تاني مع بعض: القمح والشعير والكتان والفاكهة والخضروات. طيب فصول السنة الزراعية يا أولاد عند المصريين القدماء، قسم المصري القديم السنة الزراعية إلى 3 فصول. أول حاجة فصل الفيضان وفصل الزراعة وفصل الحصاد. يبقى تاني فصول السنة الزراعية عند المصريين القدماء عندي فصل الفيضان وفصل الزراعة وفصل الحصاد. تعالوا بقى نتكلم يا ولاد عن الصناعة. تنوعت الصناعات في مصر القديمة. لو قال لي ليه بما تفسر؟ بسبب تنوع طبعا المواد الخام التي وهبها الله لمصر زي الأحجار والمعادن. صنع المصري القديم أدواته من الحجر، وصنع الأواني من الفخار، ثم استخدم المعادن في صناعة أدواته زي النحاس والحديد. يبقى تاني مع بعض، صنع المصري القديم أدواته من الحجر، وصنع الأواني من الفخار، ثم استخدم المعادن في صناعة أدواته زي معدن النحاس والحديد. وصنع أيضا الحلي والزينة من المعادن النفيسة زي الذهب والفضة والأحجار الكريمة، واستخدم الخشب في صناعة التوابيت والسفن. كل هذه الصناعات ظهر فيها طبعا ذوق وفن وبراعة الصناع المصريين. وعندنا مجموعة حلي توت عنخ آمون بتدل على دقة الصناعة عند قدماء المصريين، حيث ما زالت طبعا بتجذب وبتدهش السياح من مختلف أنحاء العالم لغاية النهاردة. هتكلم بعد كده عن التجارة. كانت بتتم التجارة قديما عن طريق المقايضة. يعني إيه المقايضة يا ولاد؟ إن هي مبادلة سلعة بسلعة أخرى. تاني يا ولاد، كانت بتتم التجارة قديما عن طريق المقايضة لغاية ما ظهرت العملة. وتاني مع بعض، يعني إيه المقايضة؟ إن أنا ببادل سلعة بسلعة أخرى. طيب هتكلم بقى يا ولاد عن تنقسم التجارة. كانت إلى نوعين، أنواع التجارة، ونكتب مع بعض قارن بين. عندي تجارة داخلية وتجارة خارجية. نتكلم الأول عن التجارة الداخلية، هي عملية البيع أو الشراء بين القرى والمدن والأقاليم داخل الدولة. تاني مع بعض، هي عملية البيع أو الشراء بين القرى والمدن والأقاليم داخل الدولة. وكانت وسائل النقل عند قدماء المصريين بتتمثل في الدواب والسفن. أما التجارة الخارجية دي عملية البيع أو الشراء بين مصر وبلاد أخرى. وكان لمصر علاقات تجارية خارجية كثيرة زي ما قلنا أيام الملكة حتشبسوت والبعثات التجارية زي بلاد فينيقيا اللي قلنا لبنان حالياً، وبلاد بونت اللي هي الصومال حاليا، والنوبة والسودان. طيب كانت السفن هي اللي بتحمل بضائع
المصرية إلى هذه الدول وبتعود محملة ببضائع منها. طب إيه أهم الصادرات والواردات في مصر القديمة؟ أهم الصادرات زي القمح والشعير وغيرها، وأهم الواردات الخشب والعاج والزيتون وغيرها. يبقى تاني يا ولاد مع بعض، أنا لو اتكلمت عن التجارة، كانت بتتم التجارة قديما عن طريق المقايضة لغاية ما ظهرت العملة، وقلنا المقايضة إن أنا ببادل سلعة بسلعة أخرى. وقلنا أنواع التجارة، في تجارة داخلية وهي عملية البيع أو الشراء بين القرى والمدن والأقاليم داخل الدولة، وكانت وسائل النقل عند قدماء المصريين بتتمثل في الدواب والسفن. أما التجارة الخارجية هي عملية البيع أو الشراء بين مصر وبلاد أخرى، زي كانت لمصر علاقات تجارية خارجية كثيرة زي بلاد فينيقيا، وقلنا إن هي لبنان حاليا، وبلاد بونت الصومال حاليا، والنوبة والسودان. وكانت السفن بتحمل بضائع مصرية إلى هذه الدول وبتعود محملة ببضائع منها. طب إيه أهم الصادرات والواردات في مصر القديمة؟ ولو قلنا قارن بين أهم الصادرات القمح والشعير وغيرها، وأهم الواردات أنا عندي زي الخشب والعاج والزيتون وغيرها. تاني مع بعض نراجع يعني إيه المقايضة، بيقصد بها مبادلة سلعة بسلعة أخرى. وبكده يا ولاد نكون خلصنا منهج التاريخ، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.